حديث الصحافة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولة جديدة من حديث الصحافة. البداية مع صحيفة الشرق الأوسط، والتي نشرت مقالا للكاتب عبد الرحمن الراشد بعنوان خلافات المعارضة قبل جنيف. قال فيه: من يستمع إلى بعض اشتراطات قادة المعارضة يدرك كم هم بعيدون عن الواقع السياسي الصعب. أحدهم أعلن مجموعة مطالب قال إنه على معدي مؤتمر جنيف الثاني أن يحققوها شرطا لمشاركتهم، من بينها أن على النظام أن يعترف بجرائمه وأخطائه، وأن يلتزم المجتمع الدولي بمحاسبته وغيرها. لو كان النظام يرضى أن يعترف والعالم راغب في محاربته لما عقد المؤتمر أصلا. ويضيف الكاتب: بإمكان المعارضة أن تطلب ما تشاء عندما تصبح قواتها على أبواب القصر الجمهوري، حينها لن يكون بإمكان الروس ولا الغرب ولا العرب أن يشاركوهم المائدة إلا كشهود. لكن طالما المعارك لا تزال على حاجز في درعا على حدود الأردن وحي في حلب واشتباكات في بعض أحياء دمشق، فإن هذا يعني أن الحرب مستمرة والمفاوضات لن تغير كثيرا على الأرض. وعندما لا يفهم قادة المعارضة، يضيف الكاتب، حجمهم الحقيقي في إطار ما يحدث داخل وخارج سوريا، يمعنون أكثر في المعارك الجانبية وتعقيد الوضع ضد بعضهم. ولو أن المعارضة تمكنت من إنهاء ما تبقى من انشطارات، فإنها قد تهزم النظام السياسي، خصوصا أن حجة الروس ضد خروج الأسد أنه لا توجد معارضة موحدة جاهزة لتتسلم الحكم. وبالتالي ليس في صالح المجتمع الدولي ترك البلاد في فراغ للجماعات الإرهابية المعني بها جماعات القاعدة. وختم الكاتب بالقول: الآن لا يستحق مؤتمر جنيف التقاتل من أجل الظهور فيه، وفي نفس الوقت سيكون خطأ كبيرا التغيب عنه كمعارضة، وذلك حفاظا على الحقوق التي يطالب بها الشعب السوري حتى لا يقر في غيابها ما ترفضه. ولن نسمع من الخطب السياسية غير ما سمعناه خلال الشهرين الماضيين، حيث سيتمسك كل فريق بموقفه وسينتهي اللقاء إلى فشل مماثل لجنيف الأول. أعزائي المشاهدين، بالانتقال إلى صحيفة العرب، والتي نشرت مقالا تحت عنوان شروط موسكو ودمشق تدق إسفين فشل جنيف 2، قالت فيه: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف الثلاثاء أن نظام بشار الأسد قد يبدأ مفاوضات مع العناصر المعتدلة في المعارضة المسلحة في مؤتمر السلام الدولي المقرر عقده في جنيف الشهر المقبل. يأتي هذا في وقت تركز فيه تصريحات المسؤولين في نظام بشار على عدم أهلية أي فصيل من المعارضة للحضور إلى جنيف، ما اعتبره محللون دليلا على وجود نية مسبقة لإفراغ المؤتمر من أي جدوى. وقال لافاروف: لا أستبعد أن يكون للمعارضة تمثيل جيد في هذا المؤتمر المسمى جنيف 2، إذا لم تكن متبنية لمواقف المتطرفين ولم تكن لديها أفكار إرهابية. وأضاف لافاروف في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو: هذا أمر صرح به أيضا الرئيس الأسد. واعتبر المحللون أن تصريحات لافاروف تسمح للنظام بتصنيف خصومه باعتبارهم إرهابيين أو متطرفين، ومن ثم يحق له رفض حضور بعضهم أو كلهم، ما يعني أن جهود الحل السياسي ستعود إلى المربع الأول. وذهب هؤلاء المحللون إلى القول بأن موسكو التي أنقذت الأسد من الضربات الأمريكية تريد أن تستمر في إنقاذه من خلال إفشال التوافق حول مؤتمر جنيف 2، وذلك خوفا من أن ينتهي المؤتمر إلى قرار يجعل الأسد خارج اللعبة، بينما هو يفكر بالمشاركة في انتخابات 2014. صحيفة القدس العربية نشرت مقالا بعنوان نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي حتى لو اضطرت لمواجهتها بمفردها. قالت فيه:
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي حتى لو اضطرت لمواجهتها بمفردها، داعيا إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل. وقال نتنياهو في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مضيفا أنه في حال اضطرت إسرائيل للوقوف وحدها فستقوم بذلك لأنها تعلم أنها ستكون تدافع عن كثيرين. ولفت نتنياهو إلى أن إيران تمكنت من تحقيق تقدم في برنامجها النووي من خلال مفاوضات مخادعة، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني لا يبدو كسلفه محمود أحمد نجاد، غير أنه اعتبر أنه بالنسبة للنووي الإيراني فالفرق بينهما هو أن نجاد كان ذئبا بثياب ذئب، غير أن روحاني ذئب بثياب حمل. وتساءل نتنياهو لماذا تبني إيران منشآت تحت الأرض وبشكل سري لو لم تكن تنوي حيازة سلاح نووي؟ ولماذا تطور صواريخ عابرة للقارات يمكنها نقل رؤوس نووية؟ معتبرا بالتالي أن إيران تستكمل برنامجها النووي لتصنيع سلاح نووي. وتمنى نتنياهو لو كان بإمكانه تصديق كلمات روحاني، غير أنه اعتبر أنه يجب التركيز على أفعال إيران والتي تتناقض مع كلمات رئيسها، محذرا من أن جهد إيران المحموم والواسع للحصول على أسلحة نووية استمر منذ انتخاب روحاني. واعتبر أنه ليس من الصعب إيجاد دليل على أن إيران تحاول صنع قنبلة نووية، بل من الصعب إيجاد دليل على أن إيران لا تسعى إلى صنع قنبلة نووية، كما اعتبر أن الوسيلة الوحيدة السلمية لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية هي الجمع بين عقوبات صارمة والتهديد العسكري، مؤكدا أنه بغية تجنب اندلاع حرب مستقبلية يجب أن نكون صارمين اليوم. ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن جهاد النكاح في سوريا غير موجود، مشيرة إلى أن الآلة الإعلامية للنظام هي التي اخترعت هذا المفهوم الجديد. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المفهوم ظهر إلى العلن للمرة الأولى عبر قناة الجديد الموالية لدمشق، وعلى الفور تم استنساخه من قبل وسائل إعلامية موالية للنظام. كان جهاد النكاح، تضيف الصحيفة، موضوعا تناولته وسائل الإعلام الرسمية بانتظام، وهي قامت أيضا ببث شهادات لإثبات وجود هذه الظاهرة، بما في ذلك لإرهابيين أسرى قالوا إنهم أجبروا زوجاتهم على القيام بمثل هذا الأمر. ولكن بسبب فقدان المصداقية وضعف الشهادات لم تتمكن هذه الوسائل من إقناع جمهور كبير بهذه المسألة، بما في ذلك بين مؤيدي النظام. وقالت الصحيفة إنه وفي محاولة لإحداث انقلاب أعدت قناة الإخبارية السورية في 22 سبتمبر الماضي بعناية ظهور فتاة تبلغ من العمر 16 عاما على شاشتها، والتي تحدثت تحت اسم روان قداح. وأوضحت الصحيفة أن القناة كانت تأمل بأن تؤدي شهادة قداح التي حفظتها عن ظهر قلب إلى إقناع المتشككين، ولكنها حصدت هذه المرة أيضا نتيجة عكسية بين محاربي النظام كما بين مؤيديه، الذين صدموا من إظهار فتاة بهذا العمر تتحدث بطلاقة عن جهاد النكاح من دون إخفاء أو تضليل وجهها، كما صدموا من تفاصيل مثل أن والدها أجبرها على فعل ذلك مع أحد الجهاديين ثم مع عدد من الجهاديين قبل أن يفعل معها بنفسه الشيء نفسه باسم جهاد النكاح، كما اندهشوا من رؤيتها بثياب شتوية في حين أن الحرارة في دمشق تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية. وقال ناشطون أن ليس لديهم أي مشكلة في إثبات أن الفتاة ما هي إلا نجمة عرض إجباري هدفه تشويه الثورة، مؤكدين أن الفتاة من مواليد بلدة نوى في درعا، وأنها ظهرت على الشاشة في الثياب الشتوية لأنها خطفت من قبل عناصر النظام على طريق مدرستها قبل أشهر عديدة، وهي ابنة
قائد إحدى الكتائب في الجيش السوري الحر. بالانتقال أيها الإخوة إلى موقع CNN العربية، والتي نشرت مقالا بعنوان كارثة إنسانية في معظمية الشام، قالت فيه: قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن النظام الرئيسي بشار الأسد يقوم بتنفيذ حملة تجويع وتهجير ممنهجة بحق مدينة المعظمية بريف دمشق، ما أسفر عن وفاة عشرات المدنيين وإجبار أعداد كبيرة منهم على النزوح. وأوضح الائتلاف في بيان تحت عنوان معظمية الشام تشهد كارثة إنسانية: إن الحصار المفروض على معظمية الشام في الغوطة الغربية تخطى يومه 280، وفاق عدد الشهداء 700 شهيد، وتعطلت جميع المستشفيات، ويحظى كل 2400 شخص برعاية طبيب واحد فقط، والمدارس 22 تعطلت بشكل تام، ولحق الدمار بالمساجد 8 في المدينة. وأضاف البيان بأن المواد الغذائية انعدمت بشكل كامل في المدينة، ولحق الموت جوعا بأربعة أطفال وثلاث نساء، كما أن المياه الصالحة للشرب لم تعد كذلك بسبب قصف الآبار الارتوازية وخزانات المياه الرئيسة. ولفت البيان إلى أن آلاف العائلات تتعرض للقتل تجويعا وقصفا بسبب الحصار الخانق المفروض على المعظمية وغيرها من مدن سوريا، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المناطق المحاصرة في سوريا، وذلك بفتح ممرات إنسانية آمنة والضغط باتجاه فك الحصار عن هذه المناطق. وكالة رويترز للأنباء نشرت مقالا على موقعها تحت عنوان الأمم المتحدة تستعد لتقديم مساعدات طويلة الأمد لسوريا، قالت فيه: قال أنطونيو كوتيريس رئيس المفوضة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن المنظمة الدولية تغير حاليا جهودها لمساعدة اللاجئين السوريين للاستعداد لتقديم عون طويل الأجل لدول الجوار للتصدي للأزمة الإنسانية، حيث قتل أكثر من 100,000 شخص في الصراع السوري المستعر منذ 2.5 العام، ويحتاج نصف سكان البلاد البالغ عددهم 20 مليون نسمة إلى مساعدات، كما وفر نحو 2 مليوني شخص إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق. وقال أنطونيو في مؤتمر صحفي في جنيف: النهج الجديد هو الجمع بين المساعدات الطارئة والمساعدات طويلة الأمد، وكالة الإغاثة لن تقدر على ذلك بمفردها. وأضاف: ما نحتاجه من الآن هو نهج طويل الأمد، ليس فقط فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية، ولكن أيضا بالجوانب الهيكلية، وبالتحديد القطاعات الأشد تأثرا بشكل مباشر، وهي التعليم والصحة والبنية التحتية والإسكان والبيئة. وترغب وكالات الأمم المتحدة في توحيد الجهود مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية لمساعدة الدول المجاورة لسوريا والتي تتحمل العبء الأكبر. وقالت المفوضية إن 17 دولة تشارك في برنامجها لإعادة توطين اللاجئين السوريين، منها 12 دولة أوروبية وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والمكسيك. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى الصحف التركية، فقد نقلت صحيفة يني شفق التركية عن وكالة أنباء الأناضول مقالا تحت عنوان الجيش الحر معبر درعا الرمثة يحتاج إلى شهر لإعادة تشغيله، قالت فيه: قال المقدم ياسر العبود قائد عمليات الجيش الحر في قطاع الجنوب السوري إن معبر درعا الرمثة الذي يربط سوريا والأردن وسيطر عليه الجيش الحر أوائل الأسبوع الجاري يحتاج إلى شهر على الأقل من أجل تأمينه وإعادة تشغيله. وعن إمكانية تعاون الجانب الأردني مع الجيش الحر حال تشغيل المعبر قال: كل الدلائل تشير إلى أن الأردن لن يتعامل مع الجيش الحر، ف
فالأردن والدول العربية تختلف عن تركيا تماما، إذ أن أنقرة تتعاطى معنا كبديل قائم لبشار الأسد في جميع مؤسسات الدولة، في حين أن الأردن والدول العربية لا تتعاطى معنا إلا ضمن الملف الأمني. وأضاف العبود: الأردن لم تقطع شعرة معاوية مع النظام السوري، ولا زالت مرتبطة معه من خلال سفارته في عمان، وهم يبحثون عن مصالحهم ونقدر ذلك. وأضاف أنه إن تمت الموافقة من الحكومة الأردنية على التعاون مع الجيش الحر في تسيير أمور المعبر فهو شيء جميل جدا، وإن لم يتم ذلك فنحن لم نخسر شيئا، وحررنا أرضنا وألغينا وجود النظام السوري على الشريط الحدودي الأردني. ولم يتسنى لمراسل الأناضول الحصول على تصريحات من الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية للتعليق على هذا الموضوع. وترتبط الأردن وسوريا بمعبرين رئيسيين هما درعا الرمثة ونصيب جابر، ويزيد طول الحدود الأردنية السورية عن 375 كيلومترا، يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية والتي كانت ولا زالت أماكن لدخول اللاجئين السوريين إلى أراضيها. وأعلن الجيش الحر السبت الماضي سيطرته الكاملة على الجانب السوري من معبر درعا الرمثة، أحد المعبرين الحدوديين الرسميين مع الأردن، وذلك بعد 4 متواصلة من الاشتباكات مع الجيش النظامي السوري. ألقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي آن ريتشارد خطابا في متحف المتروبوليتان في نيويورك كلمة تحدثت فيه عن أهمية الحاجة الجماعية لصون وحماية التراث الثقافي في سوريا. وقالت ريتشارد: لتوضيح جهود الحكومة الأمريكية لدعم هذا الهدف، فقد تم الإعلان عن إطلاق قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية السورية المعرضة للخطر، والتي وضعها المجلس الدولي للمتاحف بدعم من مركز التراث الثقافي في وزارة الخارجية. وقالت ريتشارد: سوريا هي موطن لبعض أغنى الكنوز في العالم القديم، آثار المدن الكبيرة في العصرين الحديد والبرونزي، الحواضر اليونانية والرومانية الواسعة، المدن البيزنطية الريفية المحفوظة جيدا، وبعض من أروع القلاع في العالم والتي تعود للقرون الوسطى، وروائع الفن والعمارة الإسلامية، ويمكن رؤية أشكال التعبير الثقافي السوري من كل هذه العصور في معارض الطابق العلوي. ويقدر محللو وزارة الخارجية أن المساحة التي تضررت بين يوليو 2011 وديسمبر 2012 أكبر من مساحة 220 ملعب كرة قدم. وختمت بالقول: ونحن مدينون بهذا للشعب السوري الذي يتم تجريده من هويته الثقافية، وإلى العالم بأسره الذي يحترم ويثمن ويدرس هذا التراث. فعندما نساعد في حماية المواقع التراثية أو المحافظة على الأشياء الثقافية في جميع أنحاء العالم، فإننا ندعم أيضا جهود الأمة لاستعادة هويتها الوطنية، حيث يمكن للمواطنين من جميع الأعراق والأديان والجذور الاجتماعية والمراكز الاقتصادية أن يشعروا بالفخر والإحساس بالوحدة الوطنية التي تأتي مع ذلك. أعزائي المشاهدين، ختام جولتنا لهذا اليوم من حديث الصحافة، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.